نبتدي بسلطة الجرجير مع الحمضيات. عندنا 2 جريب فروت أحمر مقطع فيليه، 2 برتقان برضو مقطع فيليه، عندنا 1 معلقة صغيرة سكر، 1 معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة مايونيز، نص كوب عين جمل مفروم، 3 معالق كبيرة زيت زيتون، 1 معلقة كبيرة بصل مفروم، 1 معلقة صغيرة مستردة، و 400 جرام كيل مقطع صغير أو جرجير مقطع صغير، وربع نص كوب كرامبري مجفف. هحط البصل، المستردة، ملح، سكر، مايونيز، وهقلبهم مع بعض. وبعد كده هبتدي انزل عليهم الزيت شويه شويه. كده الدريسنج بتاعنا جاهز. هقلبه مع الجرجير ونجيب طبق التقديم. وهحط الجرجير في السلطة في الطبق، وبعد كده هبتدي أوزع عليه بقية المقادير. تدينا لون حلو وطبعا طعم حلو على السلطة. ونحط الكرامبيريز وعين الجمل. وبكده نكون خلصنا أول سلطة.